مساء الخير عليكم، اهلا بيكم وحلقه جديده من عياده الصحه من قناه الصحه والجمال. النهارده موضوعنا كبير جدا، موضوع الساعه كوفيد 19 او الكورونا بارت 2. عاوز ارحب بالساده الزوار معانا، ضيوفنا دكتور اكرم فايد، اهلا بيك استاذ دكتور العنايه المركزه بجامعه طب الاسكندريه ورئيس قسم العنايه المركزه بمستشفى الصفوه. اهلا بيك. باشمهندس عادل بدوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات لواء الحمد والأونر بتاع مستشفى الصفوة. أهلا بيك عادل بيه. أهلا بيك يا فندم. أهلا أستاذ أحمد. النهاردة حضرتك يعني موضوع الساعة والمشكلة اللي احنا بنواجهها، الفيز 2 أو المرحلة الثانية من الكورونا، شايف حضرتك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني وشرفني وجودي مع حضراتكم. أهلا بيك. واتمنى ان احنا نقدر نتكلم في مواضيع تكون مفيده للساده المشاهدين. اكيد يا فندم. هو فعلا موضوع الساعه هي ترقب وترصد للمرحله القادمه، يعني بعد انتهاء الجزء الاول من كوفيد 19 اللي هو انتهى في خريف، بنقول ايه، انتهى او قل كتير في ربيع في ربيع 2020. يعني جاء كوفيد، بعد كده الدنيا بقت اهدى كتير الى حد كبير، مش في مصر بس، في العالم كله بقى في اعداد كبيره من الناس يجي لها كوفيد بس ما فيش اعراض شديده. يعني التخوف من المرحله الثانيه اللي هو داخلين على مرحله الشتاء، وما ادراك ما الشتاء، للاماكن المغلقه والناس بتتنفس تاني مع بعضها. فده بيعمل عبء كبير جدا على الناس، انها يتنقل الفيروس من مريض لمريض وتبتدي الحكايه تزيد، وده اللي احنا قلق مننا الويف 2 او المرحله الثانيه من كوفيد 19. جزئيه الاعراض يا دكتور، من غير قطع كلام حضرتك، سمعنا ان اعراض فيز 2 هتبقى يعني مركزه اكتر في الامعاء، مش مجرد ضيق في التنفس ونتحط على فنتليتور او جهاز تنفس صناعي، لا الموضوع بقى داخل الامعاء اكتر. هل الكلام ده صح؟ هو الكلام كتير في الكوفيد، وكل الناس بتتبرع انها تقول الكلام كتير، بس هو الكوفيد هيدي نفس الاعراض. هي حاجات الصدر دي اهم حاجه، وحاجات الجهاز، اعراض الجهاز الهضمي برضو دي وارده وموجوده، بس مش بنفس النسبه لما اللي هي الاعراض بتاعت الجهاز الصدري. وهي دي اللي بنقلق منها، لان دي منها من التنفس السريع، الانتقال السريع من مريض لمريض يعني. أكيد. وفي وجودنا في اماكن مغلقه اللي بيحصل فصل الشتاء تملي بيزود الاعداد بسهوله، بيخلي الاعداد تتزايد بسهوله. تمام. فهو الويف الثانيه دي اهميتها من ان احنا نبقى عندنا ترقب، احنا ايه اللي هيحصل؟ هل احنا كنا مستعدين للويف الاولانيه بما فيه الكفايه؟ في اي حته في العالم الاجابه لا. طب احنا دلوقتي داخلين على المرحله الثانيه، هل كل الناس قدرت ترتب اوراقها؟ كل المستشفيات قدرت ترتب اوراقها عشان تستقبل اعداد كبيره من الناس دي اللي ممكن تصاب بالمرض برضو بالاعداد الكبيره؟ نلاحظ ان في الفتره اللي فاتت، الاسبوعين اللي فاتوا دول، فرنسا وانجلترا واسبانيا زادت عندهم الاعداد باعداد كبيره جدا. امريكا كمان حضرتك كانوا كاتبين امبارح على السوشيال ميديا ان امريكا سجلت في يوم 94,000 حاله كورونا. صحيح. في يوم واحد. بس ليه كومنت او ليه تعليق على هذا الكلام؟ في الفترة اللي فاتت اللي زودت كل الدول استعداداتها لانها تشخص المرض بالاختبارات. ال 94,000 اللي حضرتك اتكلمت عليهم دول مراكز تشخيص الكورونا، الاماكن اللي بتعمل فيهم المسحة، المسحة بتطلع ايجابية فبيريبورت او يوصلوا لحاجة مركزية ان في هذا العدد من الكورونا. ابتدوا حضرتك يعملوا درايف ثرو، يعني ابتدوا يعملوا عينات بالظبط درايف ثرو، فبقت سهل جدا يعملوا الاعداد دي، ومش بالضرورة الاعداد دي كلها عندها المرض، ممكن يكون واحد حامل الميكروب، ممكن يكون واحد عنده الميكروب وعنده اعراض خفيفه. الاعراض بقى دكتور، نرجع لجزئيه الاعراض، يعني ناس كتير اعرفهم كانت العينه بتاعتهم ايجابيه كورونا، وفي نفس الوقت كانوا معزولين جوه مستشفى، وفي نفس الوقت ما كانش باين عليهم اي اعراض، لا ضيق تنفس ولا سعال ولا كحه ولا رانينج نوز ولا الحاجات دي كلها. صحيح. هو ده التراوح الموجود في الاعراض بتاعت الكورونا، ان ممكن يكون انت عندك مسحه ايجابيه بس ما عندكش اي اعراض، بعدين ممكن يكون في مسحه ايجابيه واعراض خفيفه، وفي مسحه ايجابيه واعراض متوسطه، ومسحه ايجابيه واعراض شديده، ومسحه ايجابيه وحاله حرجه. طب التدرج يا دكتور، السن هي مش مرتبطه بسن، بس برضو كل ما كان يعني في عوامل نقدر نقول عليها هي اللي بتزود خطوره المرض على المريض. لو عند المريض الحاجات دي اكتر من حاجه بتخلي ان هو يجيله صوره شديده من الكوفيد 19، زي مثلا لو كان عنده مثلا ارتفاع في الضغط، السكر الغير اللي هو مش متظبط، يعني في عدم انتظام في السكر، قصور المزمن في او الفشل الكلوي المزمن، برضو قصور التنفس المزمن،
الناس اللي مدخنين عندهم قابليه اكتر ان هم يجي لهم مضاعفات منه اكتر من الناس العاديه، فبنلاقي التراك بتاعهم بيتحولنا الى الناحيه جزئية الشديده، تانية. الناحيه الشديده من المرض، تمام، مش الناحيه السيمبل او البسيطه اللي احنا يعني نتمنى الناس كلها تاخدها بالشكل، اذا اخدتها يعني تاخدها بالشكل الخفيف، بتاخدها بشكل جدي حتى، يعني تاخد الموضوع نفسه بشكل جدي بالظبط واحترازي اكتر. بالظبط. طيب مستشفى الصفوه في الكورونا باشمهندس عادل، مستشفى الصفوه ايه كانت الاحداثيات الجديده اللي خدتها ضد الكورونا وايه الاجراءات الاحترازيه؟ انا يعني قبل ما اعمل الحلقه رجعت وذاكرت الحلقه كويس جدا ودخلت على صفحه المستشفى شفت يمكن الاعداد معانا محضرين صور للممرات التعقيم والاجراءات الاحترازيه، ان في كمان قاعه تدريب بتمرن فيها الاستاف يعملوا ايه ويواجهوا ازاي لو حالة جت المستشفى وطلعت إيجابية. احكي لنا يا باشمهندس. بداية أحب أشكر حضرتك يا أستاذ أحمد والقناة على دعوتي جنب إلى جنب مع الأستاذ الدكتور أكرم فايد. الدكتور أكرم فايد قيمة قامة علمية مش بس في اسكندرية ولا في مصر، لا ده بيشرفنا في المحافل الدولية، وقيمة علمية عالمية. السي في أنا قريتها ما شاء الله، يعني هتحتار فيها رأيك. أنا قريتها كتير يعني مش هتقدر توصل لآخرها من شرقها لغربها فعلا غير حضرتك يعني. ففي لازم ما فيش البالانس المطلوب بين القيمة العلمية أو البيزنس على قد حالي يعني إيه ما وصلتش للمستوى ده. تمام. بالنسبة للكوفيد 19 وإحنا كمستشفى الصفوة، هو القيم او ايه هو الاولويات اللي احنا قلناها من اول يوم، واعتقد اساسا حضرتك ناخد مداخله. دكتوره وفاء، الو. ايوه دكتوره وفاء. ايوه ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ احمد طهي مع حضرتك قناه الصحه والجمال. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا فندم. اتفضلي. ايوه لا لو سمعتش السؤال او المداخله يعني اللي قبل كده، اجراءاتنا ايه حضرتك في يعني ككورونا الفتره الثانيه او الفيز 2 زي ما بنقول، المرحله الثانيه للكورونا هنعمل فيها ايه؟ هو طبعا العدد اللي من دول بيزيد في زياده، تمام، سواء في المستشفيات سواء في العزل المنزلي، فعايزين نرجع نشد ثاني على متابعة أو الاهتمام بالإجراءات الاحترازية. تمام. الماسك نمرة واحد يعني بيحمي بنسبة 95% لو الماسك بنلبسه صح وبنلبسه طول الوقت في الأماكن اللي هي فيها ناس تانية يعني. تمام. وطبعا غسيل الإيدين أو استخدام المطهرات لو مفيش مية وصابون. تمام. والتباعد طبعا الاجتماعي، نقعدش مكان فيه زحمة، بلاش النفس في النفس دهيت على قد ما نقدر، فدي لازم نرجع نهتم بيها تاني. يعني الواحد شايف دلوقتي الناس في الاسواق وفي المولات وفي النوادي مشكله كبيره فعلا. انا ببقى زعلانه والله العظيم وانا ماشيه يعني شايفه المنظر ده يعني. وهل لو دخلوا وشافوا الناس على في العنايه المركزه عاملين ازاي او في المستشفيات عاملين ازاي، حالتهم عامله ازاي، الناس هتخاف يعني. بس احنا مش عايزين نوصل لباب المستشفى اصلا يعني. لكن تمام حضرتك، احنا استعداداتنا في اجهزه التنفس الصناعي وال لا كله موجود، احنا تمام. الى الان الحالات الحمد لله متسيطر عليها وعندنا كل الامكانيات موجوده، والدكتور خالد وكيل الوزاره ما بيتاخرش عندنا في حاجه، وفي مرور دلوقتي بشكل مفاجئ في كل المستشفيات للتاكد من نظام العمل ومن المستلزمات ومن كل حاجه والعلاج، ونظام العمل ماشي على اكمل وجه يعني. تمام الحمد لله. وبالنسبه للاعداد حضرتك الايه؟ الاعداد يعني الاعداد اليوميه. عندي العنايه المركزه في المستشفى الحجر مليانه يعني العدد كامل يعني. تمام. والعنايه اصلها العنايه بتبقى كذا متقسمه، عنايه مركزه، عنايه متوسطه، عنايه بسيطه، بس كله مليان دلوقتي. ربنا يستر ونعديها ان شاء الله. في سؤال لحضرتك دكتورة وفاء؟ لا بس هي الفكره بس الناس توصل يعني ما تكون الاعراض قبل ما تتطور قوي يبقى صعب علاجها، تتحرك من بدري يعني. الناس ما تعتمدش ان هو ده دور برد ولا شويه سخانيه يقولوا ده انفلونزا برد، لا لازم يشوفوا ويروحوا يكشفوا الدكتور هو اللي بيشخص اذا كانت دي كورونا ولا مش كورونا. والمساحات يعني موجوده يعني كمساحات؟ نعم؟ المساحات او المساحات موجوده، كله موجود، بس احنا يعني مبدئيا دلوقتي مش بنعتمد على المساحات اكتر من الاول. الاشعه المقطعيه على الصدر وعلى التحاليل. يعني في حبه تحاليل كده لازم تتعمل في الاول، والاشعه المقطعيه تحاليل الاجسام المضاده تقريبا.
نعم. التحاليل الاجسام المضاده في تحليل بيبين تقريبا لا، عدد هي التحاليل بتبقى الكريتين والدي دايمر والصوره الدم الكامله سي بي سي والسي ار بي، في كذا حاجه بتتعمل بتخص الكورونا يعني، بس بيتعملوا كلهم مع بعض على حسب السن وعلى حسب الحاله وحسب أكيد. الاعراض. في حالات ما بنحتاجش ان هي تعمل كل التحاليل دي، وبنبتدي نعالجها من بدري من اللي هم في العزل المنزلي. لو حالات بسيطه بياخدوا العلاج من البيت وبيخفوا على طول، تمام. ما بنلحقوش يعملوا تحاليل يعني. في بيبقى ناس انتي بقى اللي هي بايوتك ما معين. معاها كرونيك ديزيز مثلا، او مناعتهم ضعيفه، او اولد ايج، ناس الكبار فوق ال يعني كانوا بيقولوا فوق ال 60، دلوقتي بيقولوا فوق ال 70 وفوق ال 80، دول اللي ما فهمش كلام لازم يخشوا المستشفى. اكيد، لان بتبقى بيعملوا حالتهم لهم اصعب. الريسبونس بتاعهم بيبقى صعب، ده بيقولوا ما بيستجيبوش بسرعه للعلاج زي بقيه حاجه تانيه، لان بيبقى معاهم في الغالب كرونيك ديزيز، ضغط وسكر او كانسر او كلى. فبيبقى بيبقى الاستجابه بتبقى اصعب شويه. تمام، ميرسي جدا على المداخلة يا تمام، دكتورة، وربنا يعديها على حياتي. خير إن شاء الله. الله يخليك، ألف شكر الله يا يخليك. فندم، ألف شكر. نرجع تاني يا باشمهندس عادل، مستشفى الصفوة عملت إيه خلال الفيز الأولانية من الكورونا؟ يعني إيه التداعيات اللي حصلت؟ أو إيه الإجراءات اللي خدناها؟ لا، هو الحقيقة في المواقف اللي زي ديت اللي بيحكم المنظومة كلها هي القيم. القيم يعني إيه؟ يعني الأولويات. الأولويات اللي إحنا حطيناها من أول يوم ديت، يعني ممكن ان احنا نقولها بس تنفيذها على هنا ارض هنا الواقع. هنا حضرتك مثلا المستشفى هنبتدي نشوف الصور المستشفى، وحضرتك علق لنا او اشرح لنا. لا، هو يعني القيم انها الواحد يقول ان هي القيم بتاعته كذا، تنفيذها على امر الواقع على درجه عاليه من الصعوبه اعتقد يعني. فهي بالنسبه لنا القيم من اول يوم هي المريض اولا، وثانيا هو اي عميل اللي هو بيتعامل مع المستشفى، الموظف، الطبيب، العامل، اي حد. وانا كنت شايف في ممرات اللي هي ممرات التعقيم، ممرات التعقيم، والناس وهي داخله بيبقى في بتعملوا بريكوشن او اجراءات حلوه جدا في ال بالظبط. هو في غرفه عزل في الاول، في طوارئ في بدايه الدخول، فاي مريض يشتبه فيه بيتم فحصه بعيدا عن باقي المرضى. لازم المريض اللي جاي اللي هو ما لهوش اي علاقه ولا اي، بحس بالامان ان هو في سيفتي، ان هو يعني هنا المكان فريق ده امن. العمل مستشفى الصفوه بالظبط يا فندم، ده الفريق كامل، المستشفى، مدير المستشفى والسيد نائب المدير وكل الكرو اللي موجود على كل مستوياته. من يعني لازم يبقى في تناغم، ومن اول عامل الصغير لغايه مدير المستشفى كله يبقى فيه تناغم وتناسق مع بعضهم، عشان في منظومه معينه في الظروف الصعبه وفي الطوارئ. حضرتك في الجيش اثناء الحرب يعني الضابط بيبقى جنب الجندي العسكري الصغير كله وبيقلع سواسيه، الرتب بتاعته كله سواسيه، يعني عشان خاطر السيفتي مثلا، لو حط سم اسره، وكمان عشان يبقى كل الناس في حاله الطوارئ والحروب كل الناس بتعمل في بوتقه واحده وفي مستوى واحد. طب حضرتك لو لقينا ان في حاله بوزيتيف جات لنا واحنا في الاستقبال داخل مستشفى الصفوه بالعمليه، لا حضرتك لو مجرد ان في شك فيها اصلا ما بتدخلش، ولو اتاكد دلوقتي لا، ديت يعني بتاخد المسلك الطبيعي بتاعها اللي هي مستشفيات الدوله المسؤوله عن المعالجه بطريقه علميه مهنيه زي وزاره الصحه تعليماتها ما بتقول. رخصت لبعض الناس، احنا مش منهم ولا هنكون منهم. تمام. انا رايي الشخصي المفروض مستشفيات العزل تبقى هي فقط اللي تختص بيه، حتى في وفده يعني من حق المريض اللي هو ملوش علاقه بالكوفيد 19 خالص ان هو يدخل مستشفى يحس فيها بالامان الكامل، بمعنى ان ما يعني بقاش في احتماليه ان في، انا رايي الشخصي ما تروحش مستشفيات خاصه، انا سمعنا ما تدخلش فعلا ابدا مستشفيات الخاصه في علاج كوفيد 19. سمعنا فعلا ان في بعض المستشفيات في اسكندريه ابتدوا يعملوا تحاليل بي سي ار مع نفسهم مش تحت رعايه وزاره الصحه. اعتقد ان اهم حاجه ومن المكتسبات في السنين الاخيره اللي احنا عانينا بها فتره من الفترات، في عندنا دوله والدوله قويه، عباره عن قياده الدوله، في حكومه، في وزاره، الوزاره دي لها هايلارك معين لغايه ما نوصل الناس اللي بتنفذ ايه ده يوميا.
الدكتور واجيه بيقول لي انا اصحى الصبح اول حاجه الاقي المديريه بتكلمني انت عندك كم سرير، انت عندك كم فنتريتور، انت عندك كم مونيتور، فاضل يقول لي انا مثلا انت عندك كم حاجه في المخزن. وفعلا واحيانا فعلا لازم يعرف المخزون الاستراتيجي بتاعه زي ايام الحروب بالظبط. فعنده لي انا كفيجن لناس القيادات يوم ما تخلص عند المستشفيات العامه كلها هدخل على التعليمي، هدخل مش عارف على المستشفيات الميدانيه اللي كان الجيش المصري الحمد لله ما وصلناش ليها، الجيش عملها في مدينه بعد مصر. كده هروح على المستشفيات الخاصه، لازم يبقى عارف السبير بتاعه ايه، الاحتياط الاستراتيجي بتاعه ايه، ديت القيادات اللي فلازم هي اللي تعمل البلان كامل بتاع المواجهه، احنا مجرد منفذين. لكن رايي الشخصي المستشفيات الخاصه تبعد تماما عن علاج كوفيد 19، عندك حق، وان كان لابد فيتم الاعلان عنها تحت يعني رعاية وزارة الصحة. المستشفى لا تقوم باستقبال حالات كوفيد 19. يبقى أي مريض داخل عارف أن عنده في نسبة ريسك، واحد زي الدكتور أكرم ما بيقول عنده حاجات كرونيك هايبرتنشن عالي دايبيتك حاجات من دي، يبقى إيه يعني لا ما تدخلش المستشفى اللي فيها كوفيد 19 بابها. يبقى في احتمالية في ريسك أدخل، لكن يا إما تقول المستشفى لا تقوم باستقبال حالات كوفيد 19، يبقى الأمور واضحة صح. وعلى المتلقي اللي هو المريض اللي هو يختار سواء اللي يعني يقبل هذا الريسك او ما يقبلش، لكن ما اخبيش عليه واقول له عندي حاله وانا ما عنديش حالات وانا ما عنديش ويبقى عندي وبتاع، لا ما صح. لا كلام حضرتك صح. في حاجه مهمه اتعملت في مستشفى الصفا هقولها. اتفضل. الباشمهندس عادل مش فاكرها، انما حصل في التوقيت اللي حصل فيه كورونا كانت العنايه ليها عدد اسره، تم زياده عدد الاسره بشكل بقينا كام يا دكتور؟ 16 كنا 10 9 بقينا 16 كويس. ده كان مهم جدا في التوقيت ده لان خلى العنايه اكبر، نقدر نحط عيان سسبكتد احنا لسه مش قادرين نبلغ بيه وزاره الصحه ان في مشكله، بيتحط في مكان بعيد عن المرضى الاخرين. لما نتاكد ان هو عنده بيتحول لمستشفى العزل زي ما باشمهندس قال. فدي كانت حاجه، هي دي حته الاستعداد بتاع المستشفيات انها تطور نفسها عشان الويفتو وقائي، عشان الويفتو ان اعداد الله اعلم عدد هيبقى شكلها ايه، الله اعلم هيبقى القطاع الخاص هيبقى فيه اضطرار ان هو يدخل كمرحله تانية او ثالثه ان هو يدخل في ان هو يستقبل المرضى دول بامر قيادي برضو يعني فاهم قصدي. فدي كانت خطوه ايجابيه لانها خلت في نوع من تحسين الخدمه المقدمه، وكانت عباره عن رؤيه بعد نظر شويه عن انا شايف كمان في المستشفى ان هي واخده الايزو تقريبا مستشفى الصفا واخده الايزو تقريبا ثلاثة ايزو مش واحده بس ثلاثة ايزو هنا حضرتك هنا برضو الجوله سريعه جوه المستشفى. ايوه بقول لحضرتك احنا يعني احنا القيم بتاعتنا هو الاهتمام بالعنصر البشري هيومن ريسورسز. انا شايف حضرتك في وسط الافلام الفيديو في اداره تدريب وفي قاعة تدريبية في الدور الأخير في المستشفى. إن شاء الله نتعشى من هذه القاعة تكون نواة لمركز تدريب كامل بيقدم للكوادر الطبية ودورات تدريبية مهمة براكتيكال مش أكاديمية، لا أكاديمية بيقوم بها ناس دكاترة متخصصين أكاديميين سواء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أو من غيرها، لكن نفس المادة اللي هي أيوه تمام يا فندم دي تقدم تقديمها تكون على درجه براكتيكال، يعني ثاني يوم المتلقي يقوم ينفذها في مكانه سواء في فيكشن كنترول او في الفاينانس او في السلوكيات او تيفر. وبتقدم الخدمه دي على فكره فور فري حتى للي من خارج مستشفى الصفا، يعني على امل ان العلم واجر العلم والحاجات ديت نسمع عنها تانية بس بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. معانا دكتور شبل. الو. ايوه ايوه يا فندم. ايوه صباح الخير. صباح الفل. ايه المفاجآت الجميلة دي يا دكتور؟ مصطفى شوف ربنا يخليك يا مستر طه، ايه اخبارك؟ اهلا بيك اهلا بيك يا دكتور، ده يعني اجمل صباح من لندن. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك يا مستر طه. اخبارك ايه؟ طمنا على الوضع عندكم، عامل ايه يا دكتور؟ والله احنا عندنا كانت الدنيا هادية خالص، كانت الدنيا ما فيش أي حالات لغاية من أسبوعين أو ثلاث أسابيع، بكده بدأ يظهر حالات في آخر ثلاث أسابيع. بعد كده في اخر خمس ايام دول بدات الحالات تزيد قوي فعلا يعني. تمام. انا سمعت ان فرنسا قفلت كليا تقريبا، او الجزائر وتونس ويعني هو هنا برضه هيعملوا لوك داون من يوم الاربعاء بكره يعني، بس المدارس شغاله والجامعات شغاله عادي يعني الستاف والجامعات والمدارس. تمام. فالحالات دي فعلا في اخر خمس ايام كتير جدا،
وبدات كمان يعني كان برضو الايام اللي فاتت الحالات اللي بتصاب بتبقى حالات كبيره في السن او عندها امراض مصاحبه. لا بدا يرجع الموضوع زي الموجه الاولانيه كده، تلاقي ناس في الاربعينات وفي الخمسينات وما عندهمش حاجه وجالهم الموضوع وجالهم بشده واحتاجوا اكسجين واحتاجوا جهاز تنفس صناعي وكده. الاعراض ما بتبانش في الاول؟ والله الاعراض مختلفه تماما، بتختلف من واحد للتاني للتالت، ما فيش اعراض ثابته باستثناء ان يعني كل ما بيبقى عنده دور الانفلونزا، الكحه، السخونيه، الحاجات البسيطه اللي في الاول. في اعراض عادي اللي هو واحد بيقول لك انا بس تعبان، انا حاسس ان انا مش كويس او ان انا يعني مرهق، بس هو ده اللي عنده. تمام. وبعدين نعمل له اشعه الصدر اللي عنده فعلا تغيرات بتاعه الكورونا، الالتهاب بتاع الالتهاب الرئوي بتاع الكورونا ده، وهو ما كانش بيشتكي من حاجه غير ان هو بيحس ان هو مش كويس، يعني يقول لك انا مرهق بس. دكتور شبل، عاوز اقول لحضرتك معانا مفاجاه جميله جدا في حلقتنا النهارده. دكتور اكرم، يمكن الساده المشاهدين ما يعرفوش ان دكتور اكرم ودكتور شبل احد الكوادر الفنيه لمستشفى الصفوه، لكن دكتور شبل حاليا معار في لندن. فيعني فعلا مستشفى الصفوه ولاده، وفعلا مستشفى الصفوه كلها كوادر طبيه هايله الصراحه. فدكتور اكرم عاوز يكلمك. معاك دكتور اكرم يا شباب. اخبارك يا باشا؟ وحشنا. استاذنا دكتور اكرم. استاذنا يا باشا، ايه اخبارك؟ سافرنا حضرتك، عامل ايه؟ تمام في لندن الحمد لله، كله كويس. انت ازاي حالك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام يا باشا، الحمد لله. هنتكلم على الويف 2، عندك حاجات تقولها لنا على الويف 2؟ على ايه يا فندم؟ على الموجه الثانيه. الموجه الثانيه كورونا. هو دكتور اكرم، ابان الموضوع في الاول كده ان الموجه هاديه والحالات اللي بتيجي كلها سنها كبير قوي وعندها ضغط وسكر او الناس اللي هم مناعتهم قليله، وحسينا بالاطمئنان كده، قلنا بالذات الموجه الثانيه الكوفيد ذات نفسه اضعف او ما بقاش قوي زي الاول، فيرينس زي الاول. بس في اخر 5 ايام دول لا، بدا يحصل زي ما حصل في الموجه الاولانيه كده، نلاقي ناس جايه ما عندوش حاجه، صحته كويسه وجاي بالريسبيراتي سيمبتومز بقى بتاعت الكوفيد، و يعني مش قادر ياخد نفس ومحتاج اكسجين، والحالات بتبريد بسرعه من فيس ماسك النون انفيزيف، وبعد كده على طول جهاز تنفس بقى. يعني مصطفى، مدى استعداد عندكم دلوقتي في لندن يعني بالنسبه للاجهزه والمستشفيات والاطباء؟ افتكر المره اللي فاتت 5 ايام دول بداوا يعملوا فعلا عنايات، بداوا بقى يعملوا زي الاول، يعملوا اماكن عنايات كامله للكوفيد، اجهزه تنفس صناعي، يعملوا ريكروتمنت كويس للدكاتره، ولا زال نفس المشكله بتاعت الموجه الاولانيه اللي هو نقص تنفيذ التمريض، تمريض العنايه المركزه. هم في الغالب هيعملوا زي الموجه الاولانيه، هيخلوا تمريض مش عنايه مركزه يشتغل مع الحالات، وكنا بنوصل ان يبقى في التمريض للعيانين 1 تو 4، يعني كل ممرضه بتشوف 4 عيانين. وده عمل ديفكتات طبعا، بس هم نفس الازمه بتتكرر تاني. دكتور شبل، في سؤال لحضرتك من باشمهندس عادل بدوي. اتفضل. اهلا باشمهندس. اهلا دكتور مصطفى شبل، وحشنا والله، يعني من المؤسسين. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا باشمهندس. انت حضرتك بتبعدت عننا، لكن اصلا روحك موجوده وبصماتك موجوده وتاسيسك موجوده. سمعت يا دكتور مصطفى، سمعت ان حضرتك ان ايه بوريس جونسون كرم سيادتك او عمل لك تقدير او حاجه زي كده، هل الكلام ده المعلومه دي صحيحه ولا غير صحيحه؟ لا دي شاعر. لا مش عارف، انا متاكد منها من مصادر موثوق منها. هو خايف من الحسد يمكن يا باشمهندس عادل. لا يعني اعتقد ان اللي بلغني الدكتور مصطفى قعد تقريبا اكثر من 18 ساعه 24 ساعه مش متعودين على الكلام ده عندهم في انجلترا. احنا عندنا كان ممكن يطبق بثلاث ايام وممكن ينسى كل حاجه، ينسى ياكل. صح يا دكتور مصطفى؟ فمش متعودين على الكلام ده هناك، عباره عن ماشين في اوروبا. روبوت هو كام ساعه بيقفل بياخد كذا يعمل كذا، ملوش دعوه. لكن احنا عندنا في مصر بنشتغل بالعواطف بثلاث ايام، ودي قيمه عندنا يعني احنا مش حاسين بقيمتها قد ايه. فبوريس جينسون الراجل قدر التواجد مجهود الدكتور مصطفى اللي غير معتاد عندهم مصطفى من قلب الانجليز نفسهم. دكتور وصي علينا بس يا دكتور مصطفى، الله يخليك. وصي جونسون علينا عشان بس انت عارف انجلترا درعت بره الشنجن الاتحاد الاوروبي.
ترجع لنا بألف سلامة يا مصطفى، ربنا يخليك. شرفتنا يا دكتور شبل، وإن شاء الله نشوفك على خير في اسكندرية. تحياتي. إن شاء الله بإذن تحياتي الله يا دكتور. ربنا إن شاء الله نشوف كلكم على خير إن شاء الله بإذن الله. تنور. شكرا جدا على سلامنا لندن كلها. ربنا يخليك، شكرا. ميرسي، اتفضل اتفضل يا دكتور. الدكتور أكرم، سمعنا كتير اليومين دول عن الناس اللي هي بتاخد أسبرين لأن الناس خايفة من الجلطات. فاحكي لنا كده حضرتك ايه موضوع الجلطات والكورونا والحاجات دي كلها والموت المفاجئ، الناس اللي بيجي لها جلطه وهي نايمه ومش بتحس بيها، فادينا بريف كده. هو الكوفيد 19 معاه من الحاجات الاعراض اللي بيعملها مش بس كحه وسخونيه والاعراض المصاحبه وتكسير الالام في الجسم دي كلها، ففي عندنا لزوجه في الدم. لزوجه الدم دي بتبقى مشكله كبيره لان في كذا عامل ليها. الفيروس نفسه بيعمل اللزوجه، زائد ان المريض في اغلب الاحوال ما بيبقاش قادر يشرب كويس، او فبالتالي بتقل كميه السوائل اللي في جسمه مع الحر في الفتره اللي فاتت، يبتدي يحصل كمان زياده في اللزوجه بتاعه الدم. العاملين دول الاثنين دول ممكن يؤدوا الى جلطه تحصل في اي مكان، ممكن في شرايين المخ، ممكن في الرجل، ممكن في تروح في الرئه، ممكن في القلب، فده قابل انه يجي له جلطه في اي مكان في اي وقت يعني. فعشان كده بننصح المرضى في التوقيت دوت، حتى لو هم بيدخلوا مش قادرين يشربوا، ان احنا بنديلهم محاليل زياده عشان تعمل نوع من انواع التخفيف للدم، ما يبقاش فيه اللزوجه الشديده الموجوده بقدر الامكان. طبعا بتؤدي الى وفيات يعني، ممكن في مرضى كانوا بيتحسنوا ماشيينه كويس جدا وبنفصلهم على جهاز تنفس صناعي، مره واحده تلاقيه حصل له انتكاسه، قلبه توقف، بنلاقي عنده جلطه في القلب او عنده جلطه في الرئه. هل العلاج الاسبرين؟ لا، العلاج مش الاسبرين. هي الناس بتاخد يقول لك يعني احسن ما فيش وحاجات زي كده. لا، علاجها هي ادويه معينه بتتاخد كحقن في الاول في الفتره اللي هي بتبقى غاليه شويه. انا سمعت ان هي غاليه. هي بتبقى غاليه شويه بس في منها حاجات برضو اسعار كويسه، حاجات يعني باسعار اقل وتعمل توفي بنفس الغرض يعني. هي دي الحاجه اللي هتمنع او هتبقى كافيه انها تمنع التجلط بقدر الامكان، انما الاسبرين مش بيفيد في الحته دي. تمام. طيب تنصحنا دكتور اكرم ايه بالاكلات او المشاريب اللي بتحسن من لزوجه الدم، بترفع المناعه، بتقوي الجسم ضد الكورونا خصوصا في الويف 2؟ هو اهم حاجه التعرض للهواء النقي، شمس وهواء، شمس وهواء بقدر الامكان. ليه؟ لان هو انا ليا رؤيه في حته الفيروس ده هحكيها كده في لحظه. حضرتك عارف الورق الرفيع اللي هم لما بيجي يعملوا احتفالات اللي هو عامل زي الترتر ده كده، لما يجوا يرموه كده اعتبر ده الفيروس بس ملوش لون. فهو بيجي على حضرتك، بيجي يلزق في كل حته، كل حته تعمل فيها التهابات. كويس. مع التنفس بتاعك انت بتطلع كميه وباخد كميه وبتاخد كميه ثانيه مقابله. لو انت قاعد في فريش اير او هواء نقي انت بتطلع نسبه قليله ترجع لك ثاني. لو انت قاعد في اوضه مقفوله عليك لوحدك هيبقى هو اللي هو انت بتستنشق، فانت الفيروس كل مره بيجي يلزق يعمل حاجه ثانيه، الفيروس تراكمات تعمل، فالالتهابات تزيد. فكل ما كنا في هواء نقي كل ما خففنا الفيروس كل ما ده ادى الى ان الدنيا تبقى احسن. طبعا مع عوامل ثانيه زي ما قلنا السن والسكر والضغط والحاجات دي كلها يعني. بالنسبه للسوائل محتاجين نشرب سوائل كتير، 3 لتر ل 4 لتر سوائل في اليوم. واتيفر، حتى ميه كافيه جدا انك انت تشرب. والبرتقال جاي يعني فرصه الواحد، وده فيتامين سي طبيعي زي ما حضرتك ما بتقول. الفيتامينز والاكل، الاكل الطبيعي الانسان العادي بياكله هو ده كافي جدا ان هو يديله حمايه، لان الاكل الطبيعي هو ايه؟ ما خضروات، لحوم او بروتينات نباتيه او حيوانيه، وكل دي بتدي، زائد الحاجات النشويات او السكريات اللي بتدي الطاقه يعني. تمام. الحاجات دي كلها مع بعضها كافيه ان احنا لو احنا كناها بشكل كويس بانتظام هتخلينا، انما في اغلب المرضى دول بيجي لهم مشاكل في الجهاز الهضمي اللي بيرجع واللي عنده مغص وحاجات زي كده، فبيبقى عنده قابليه ان هو ما ياكلش كويس، فده اللي بيخلينا نرجع لورا، ما يشربش كويس، فده اللي يخليه برضه يرجع لورا. مفيش نفس اساسا. مالوش نفس، الحراره عامله له سد نفسه عن الاكل، لازم يتغلب على ذلك، ناخد مخفضات للحراره ونبتدي ناكل بقدر الامكان ونشرب سوائل بقدر الامكان يعني. طب حضرتك بيقولوا كمان يا دكتور الزنك والبوتاسيوم والحاجات دي ناخدها مع فيتامين سي، هل الكلام ده صح؟ هو كلام كتير اتقال برضو في الكلام دوت، بس هو مفيش حاجه سبيسيفيك او حاجه مخصصه بتقول ان الزنك هيمنع او يعالج
او الفيتامين سي هيمنع او يعالج. هي كلها فيتامينات بناخدها في المعدل الطبيعي وملهاش علاقه بالفيروس يعني. بس ممكن تكون حاجات الناس كلها بتحطها على اساس انها ترفع من مناعتها او يحسوا ان هم بياخدوا حاجه. هو زيه زي اي فيروس، زي ما يجينا دور برد عادي اكيد بناخد فيتامين سي طبيعي، بنشرب سوائل كويس، بناخد حاجات دافيه، انما مش بناخد دواء يعني زنك عشان نعالج الفيروس ده يعني. انما الناس بدات تاخده وتتعامل بيه كانه، بس هو كانه فيتامين فمش حاجه ضاره يعني. تمام. باشمهندس عادل، نتكلم على الناس اللي بتزور مستشفى الصفوة. هل حضرتك شايف ان المواطنين ابتدى الوعي يزيد عندهم؟ يعني انا كمواطن داخل عيادة الاسنان او داخل عيادة الجلدية، شايف المواطن ابتدى سلوكه يتغير للاحسن؟ لا مش قوي. لا يعني كان ايام الازمة ما كانت موجودة، حاليا لا يعني بقى فيه تراخي. ان احنا نأكد عليهم عشان يلبس الكمامة، نأكد عليهم عشان ما يتزحموش في الدخول مع بعضهم، في زيارة مريض نأكد. الناس جالها شعور ما عرفش مصدره ايه كده، خلاص الوباء انتهى وخلاص. الموضوع ده يعني ما عرفش جالهم منين هذا الشعور، هذا الخاطر اللي عايز الشعور. لا الموضوع اعتقد او على حسب ما سمعت يعني، اخر وباء اللي كان الانفلونزا الاسبانية من حوالي 110 سنة تقريبا، كان برضو كان في ويف 2. الويف 2 تقريبا نفس اللي بتتكرر كوبي تقريبا، بتبقى مكتوبه كده في الكتب القديمه انها يعني كانت اكثر عددا واخف حد. مكتوبه كده في اكثر عددا واخف حد واخف حد، نفس اللي بيحصل بالظبط كده. فممكن العدد الكتير نفسه حتى مع قله شراسه المرض بتحصل هرجله. زي ده وارد، ده لو اتوبيس مثلا ناس نزلت فيه ولا ركبت فيه وما فيش اي مرض ولا حاجه وتحصل فيها هرجلة يعني بتحصل مشاكل. فلما تحصل في إدارة الأزمة مع عدد كبير حتى ولو كانت الأعراض أخف أو حدة المرض أخف، لا شيء يبقى في منتهى الخطورة. أنا شفت كمان حضرتك صور وفيديوهات للمستشفى إن هم يعني بتوزعوا كحول وكمامات على الناس وعلى الجيران المحيطين وبتديهم توعية تحت في الشارع يعني شفت لقاءات كتير وشفت على صفحة المستشفى على الفيس يعني الجانب الاجتماعي حلو جدا وإضافة جميلة جدا كتوعية للناس. والله يا أستاذ أحمد هو يعني يمكن طبعا وباء وكله مشاكل وكله سلبيات وكله حاجة مش ظريفة أبدا، لكن المفروض يغير إلى حد ما الكالشر بتاعت الناس على مستوى الكوكب كله. يعني واحد بس كان مريض أو الواحدة الست اللي بيقولوا عليها بتاعت وهام بتاعت السمك، معرفش الكلام ده صحيح ولا لا، بس ده اللي إيه يعني هي عملت انفكشن في كل كوكب الارض. يعني يبتدي بقى الناس تفهم ان ايه في مصالح مشتركه، مفيش حد يقدر يعيش لوحده، مفيش حد معاه فلوس مع صحه مع اولاد يقدر يعيش لوحده، احنا كلنا ما نستغناش عن بعض، كلنا على مستوى الفردي على مستوى الاجتماعي على مستوى البلد على مستوى الاسره. الاسره كان بيختلفوا مع بعضهم، لا دلوقتي ان احنا ما نقدرش نستغنى عن بعض، واي واحد بيتاذي ممكن ياذي اللي حواليه على كوكب الارض. لكن للاسف المعنى ده برضو يعني احنا حسينا بيه جامد، في بعض الناس حست بيه جامد، بس في بعض الناس برضو عندها لا مبالاه وعدم تقدير. يعني اللي طول ما في حد مريض على كوكب الارض ممكن ياذي كل الناس. فلازم احنا كلنا في مركب واحد، أكيد. يبقى كلنا مصلحه واحده، يبقى كلنا قدام عدو واحد مجهول، حتى لو كان مجهول لكن عدو واحد، يبقى كده في تراوت اكتر من كده. احكي لنا عادل بيه أصعب موقف مرت بيه مستشفى الصفوة أثناء الكوفيد 19 المرحلة الأولى. والله هو هي في أيام الحظر وأيام الحظر فعلا، ونحس إن فعلا إيه تليفونات وجات ناس، فعلا كان شعور قاسي جدا. فنزلنا إعلان إن في ناس مش قادرة تيجي أو مش قادرة تتعامل مع الموقف إن في حظر ومفيش حركة وواحد مريض في بيته. فإحنا نزلنا إعلان ويمكن شيرناه وعملنا له السبونسر ان هو عشان ينتشر للناس. يعني يمكن عند حضرتك معرفش ولا ايه ولا ايه ديت، يعني احنا اسمه كان معاك في الحظر، ان احنا مع الناس في الحظر، مش بس ان احنا تم تدبير الكحول اللازم لاي حد فور فري لاي حد في المنطقه كلها واي حد. انا شفتها فعلا. لا الحظر كمان ان احنا نبقى موجودين. يعني الاسعاف ما حدش يقول لها انت رايحه فين ولا جايه منين، اي حصل ازمه لحد، لان ده في مريض اتصل وحصل حاجه زي دي. فاحنا قمنا بعمل الاعلان ده، واي حد مريض ولو حصل حاجه ثانيه لا قدر الله اعتبر الكلام ده موجود باستمرار، احنا هنجيبه من بيته نعمل له العلاج اللازم ونرجعه تاني او نستقبله لغايه الازمه ما تعدي. مش لازم يبقى
حاله الاميرجن في بيته ان يبقى كوفيد. حاجه في صدره عاديه، حاجه في جسمه، في اي حاجه، اي رعايه صحيه زي الحاجات اللي بتحصل مفاجاه دي كلها. يعني كان في ترقب ولا كان في ظروف صعبه؟ طب رؤيه حضرتك ايه في الخبر اللي انتشر امبارح ان مجلس الوزراء ابتدى يدرس تحديد مواعيد فتح المحلات مره اخرى، يعني هنقفل بدري، هل ده انديكيتور ان هيحصل حظر تاني ولا رؤيه حضرتك ايه؟ شوف حضرتك، هي ويف 2 جايه ما فيهاش كلام. أوروبا يعني قفلت يعني هي زي ما جاية قال لنا دكتور شامل. احنا حضرتك في فرق توقيت بيننا وبين اوروبا مثلا ساعه زمن، يعني ساعه في التوقيت اليومي بتاع الليل والنهار بتاع الشمس، لكن في فرق توقيت بيننا وبين اوروبا حوالي من شهر ونص لشهرين في الكوفيد 19. يعني هم بداوا في شهر 12 واحد زادت عندهم الكيرف زاد قوي، عندنا احنا بدانا الحظر والكلام ده من قبل في شهر 3. فهو حضرتك احنا النهارده كام تقريبا؟ النهارده اول 11 اول 11 اول 11 3 11 حضرتك مثلا نص 12 يناير لنص يناير، من نص 12 نص يناير اعتقد يعني هيبقى الموقف عندنا. اتمنى ان احنا ما يبقاش في حاجه خالص، لكن اعتقد هيبقى في موقف صعب جدا. علينا على كل من الان الجميع الاستعداد لهذا الموقف، لهذا العدو الشرس جبان مجهول بياخدنا على اخوانا، ما اعرفش شكله ايه ولا ايه جاي لنا من بره، على مستوى الافراد، على مستوى الاسره مع بعضينا زي ما بيقول الدكتور اكرم. مش كل الناس عندها الامكانيات ديت، لكن لا، كل الناس عندها الامكانيات. الهواء الاوبن اير، أسرياء العالم، مش لازم يبقى عنده فيلا في الساحل عشان ياخد ولاده ويروح. لكن النيل معهوش فلوس. القياده السياسيه والدوله كلها بتحاول تقلل فارق ايه الشواطئ مفتوحه، عيالك وينزلوا فتره طويله على شاطئ البحر، على شاطئ النيل، او اي مكان. على مستوى الدوله اعتقد يعني الموضوع في تدريب، لا في تدريب. احنا الحمد لله احنا كان في خطه معموله على ما فاهم ان المستشفيات بتاعت الحجر المعروفه اللي كانت مستشفى العجمي عندنا في اسكندريه من اوائل بتاعتهم، ومستشفى الخليفه ومستشفى الاسماعيليه وزادوا بعد كده بقوا فوق ال20. بعد كده بندخل المستشفيات التعليميه اللي عند في الجامعه، بعد كده المستشفيات الصغيره اللي هي الاقليميه في المحافظات. بعد كده الحاجات الخفيفه اللايت ديت، المدن الجامعيه فيها اعداد عشرات الالاف ممكن تتعامل مستشفيات. واحنا بقى خلينا اخر حاجه خالص، خلينا بره نقعد فعلا. انا ده رايي الشخصي يعني. وكان في كمان المستشفيات الميدانيه ما وصلناش اي حاجه من الكلام. طب الحمد لله. فاحنا كدوله اعتقد الدوله نفسها هي مستعده 100%. أكيد. يعني ايه ديت؟ لانها عامله البلان موجوده والتدريب موجود ولم يتم استخدامه كمان الحمد لله. زي اللي بيتدرب على حرب مرحله اولى وثانيه وثالثه داخل مرحله اولى، لكن الاجهزه موجوده، الاسلحه موجوده، الجنود متدربين وكل حاجه جاهزه. اتمنى فضل التدريب بس اللي ممكن يربك الكلام ده كله الشعب نفسه. معلش انا اسف يعني الوعي. هو ايه الوعي ده ايه؟ لا ده كاد يكون nothing للاسف. يعني ده ايه؟ يعني لما يحس بالخطوره. من الحاجات اللي فعلا خلتنا مواجهه، بس ايه حاليا في الوقت الحالي لا، هم الموضوع بالنسبه للناس انتهى. خلص خلص. خلص من العيد الصغير تقريبا. خلص والناس قلقوا كمامات وما لقوش. هي حصلت حاجه كده اسمها الاجهاد من الالتزام، ودي حاجه طبيه معروفه. الاجهاد من الالتزام بان احنا استخدم الحاجات الوقائيه والماسكات و و و بدات الناس في المجتمع فعلا تزهق، بدات تتعب وتزهق منها يفضل لابس الماسك ان هو يغسل ايده. وميزانيه ثانيه كمان يا دكتور، يعني بالاضافه لعلبة الكمامات كانت ب 170 جنيه ووصلت 120 وصلت 100 جنيه ونزلت تحت ال 70 جنيه دلوقتي تقريبا. فعايز اقول لحضرتك يعني وعي الكيرف بتاع وعي الناس زاد جدا، وبعد كده ابتدى ينزل جدا. تعب ناس، تعبت ناس، تعبت فتره طويله مش فتره قليله. يعني انت بتقولها الفيروس يا دكتور، هل عمل ابديت وفي وغير من شكله وزود من شراسته؟ احكي لنا كده يا دكتور. مفيش معلومات جديده عن كده، عن عن ان هو في تغيير في الشراسه. ده اللي احنا هنشوفه بقى في الفتره اللي جايه، في في الموجه القادمه. يعني ان احنا نشوف اعداد اكبر بشراسه اقل بحالات بسيطه، ولا هنشوف اعداد اكبر باعداد بحالات صعبه او حالات عنايه اكتر. زي ما الدكتوره وفاء تفضلت قالت في الاول ان العنايه مليانه، وفعلا كل العنايات اللي تابعه لوزاره الصحه. دكتوره وفاء في احدى المستشفيات العامه. تمام. لا دكتوره وفاء، دكتوره وفاء ديت مدير عام في وزاره الصحه، سيده فاضله جدا، دكتوره مجتهده. انا فعلا يعني ما حبيتش ادخل معاها، لكن انسانه دؤوبه
يعني لم اتشرف فعلا، لم اتشرفتش ان انا اقابلها شخصيا، لكن في اكثر من تليفون اتصال ما بيني وبينها وبين الشباب عندنا في المستشفى. المنظومه جميله جدا، بس في منظمه ما ينفعش ان في ان عشان ما احنا في ازمه اي حد يشتري في اي حد، فليهم طبعا في بوليسي معينه بتتاخد في وزاره الصحه. السيده الدكتوره الوزيره رئيس الوزراء نفسه عامل منظومه ازاي ان احنا نلبي احتياجات المستشفيات العزل خاصه والمستشفيات الحكوميه عامه، المخازن وتدخل وتطلع، ما لازم يبقى فيه دوكمنت يعني، دي حكومه أكيد. يعني أكيد. ففي احيانا بيحصل شورتج في الوقت في التاخير على ما يجي بعد بكره. فالدكتوره وفاء بتتلقى ان ايه اي حد يبقى يدعم، او الناس نفسها هي اللي بتتبرع وتقول. فاحسن بتحصل يعني بتقول يعني احسن بالليل مثلا بتبقى حصل حاله قلق، يعني قلقانه باستمرار، متوتره باستمرار. انا حسيت فيها فعلا نبضتها إيه حماسيه شخصية جدا، جميله جدا تستحق التقدير والاحترام. كويس الدكتور اكرم ذكر اسمها تاني، او هي مدير عام تقريبا المستشفيات غرب اسكندريه او حاجه زي كده، يعني تايتل كويس عالي، لكن انسانه متواضعه، دكتوره شاطره، اداريه مجتهده، تستحق كل تحيه وتقدير من الجنود اللي هم قابلوا بلاء حسنا في ويف 1. انا كنت بشوف حضرتك الدكاتره، كانت في صوره منتشره على الفيسبوك ان في دكتوره بداخل احدى المستشفيات العامه مش قادره تطلع تزور ولادها وزوجها، فكان في صوره منتشره ان هم واقفين بره المستشفى. دكتوره ميرفت، الدكتوره ميرفت ايوه مديره تمام. مستشفى العجمي اللي تابع الدكتوره وفاء حاليا، وعمرو اديب جابها في حلقه من الحلقات فعلا بالظبط. الدكتوره ميرفت قعدت تقريبا 90 40 يوم ولا لا ده 90 100 يوم تقريبا ان شاء الله، 3 شهور 3 شهور سايبه اولادها اطفالها، عايزه انها ترجع لاولادها رغم محاولات ان نتكلم لها عشان ترجع، هي رفضت انها ترجع لغايه لما خدوها اترقت، فالحمد لله سابت. كانت الصوره مؤثره جدا ان هي حضرتك واقفه وفي حواجز وفي ولادها واقفين على اخر الرصيف عشان العدوى. ف قد ايه الكوادر الطبيه ضحت كتير في ويف 1 وهيضحوا اكتر في ويف 2. في ضحايا يعني حضرتك اكيد عارف برضه في وصلوا 40 تقريبا، اكتر من 40 طبيب حصل لهم وفاه بسبب علاجهم واستمرار علاجهم للمرضى في ظل الكورونا، لان هو مهما كان الدكتور وهو في عيادته بيعالج مريض غير مستشفى بالظبط، مش عارف المريض اللي جاي ده ايه، هل عنده ولا ما عندوش، بيتقابل معاه بيبقى عامل الاحتياطات اللازمه، بس ما زال برضه قابل جدا جدا ان هو ياخد الفيروس، بيتعرض اكتر يعني بتبقى فرصه للعدوى اكتر بالظبط. طيب بسرعه دكتور كده، المافيا الموجوده في السوق للتحاليل بتاعت الكورونا، يعني شفت في كذا شركات قطاع خاص بتوع ادويه عاملين تحليل ب 400 500 جنيه بيدي لك النتيجه وانت واقف، بيبقى تحليل في بلاستيكه كده صغيره بتطلع النتيجه فوريه وحضرتك واقف بس ما بدكش اي تقرير. هل الكلام ده صح ولا ده مجرد ان احنا بنستغل طيبه هذا الشعب؟ يعني انا افضل الحاجات اللي هي موثقه من الهيئات الرسميه، يعني لو انا عايز اعمل تحليل اعمله في اماكن بتعمل تحليل معتمدة من وزارة الصحة أو من الجامعة مثلا. يعني مثلا في اسكندرية في درايف ثرو بتاع مستشفى سموحة الجامعي، ده موجود وبيعملوا المساحات بأعداد كبيرة، ناس كتير يعني وموثقة، حتى لو حد مسافر بيدوله إن هو تقرير بأن هو عنده أو ما عندوش. نفس الكلام بالنسبة لوزارة الصحة، يعني موجودة الأعداد، المساحات زادت. الحاجات الأخرى دي موجودة إزاي جاية إزاي مش متأكد يعني مدى مصداقيتها، إلا إذا كانت معامل موثوقة أو معروف كفاءتها. يعني هي حضرتك فيها شبه من تحليل السكر كده، بيبقى شريط صغير وفي شرايط بيقول لحضرتك في ساعتها بوزيتيف ولا نيجاتيف، هو اسمه رابيد تيست أو الاختبار السريع، يعني إنك تعرف عندك كورونا أو لا، ده بيعتمد على الاجسام المضاده. فبالتالي انت لو انت عندك دور الكورونا لسه ما لحقتش تعمل اجسام مضاده، فلما تعمل التحليل غالبا هيطلع سلبي. يعني مش صحيح 100%؟ لا خالص. طيب عايزين برضو حضرتك نعرف اسماء التحاليل، انا كمواطن عادي جدا بدل ما اروح مستشفى والدكتور يكتب لي التحاليل، ادينا حضرتك اسماء التحاليل اللي انا اروح اعملها في اي معمل جنب بيتي بدل ما اضطر اروح عياده خارجيه لاي مستشفى واتعرض لاي مرض. هي مجموعه قليله من التحاليل، يعني اللي هي صوره الدم الكامله، في تحليل في الريتين، تحليل حاجه اسمها ال دي اتش، ده بتاع الكوليسترول ولا حاجه تانية؟ لا ال دي اتش ده حاجه بتدل على تكسير كره الدم الحمراء، يعني
وفي بروكالسيتونين ده برضو تحليل بيدينا اذا كان في التهاب بكتيري او لا، وحاجه اسمها انترليوكين 6 ده برضو من التحاليل المهمه اللي بتبين بيبقى ماشي مع درجه الحراره وارتفاعها، الحراره العاليه بتحصل في ناس توصل درجه حرارتهم 40 واكتر يعني. مجموعه التحاليل دي مع اشعه مقطعيه على الصدر بنسبه كبيره نقدر بيهم نشخص ان المريض عنده كورونا او ما عندوش. الباكج ده يعمل كام يا دكتور؟ يعني افريج تقريبا يسأل في ذلك عادل بيه، الباكج ده يعمل كام؟ يعني انا كمواطن عادي جدا رحت اعمل تحاليل واشعه مقطعيه على الرئه، تقريبا اتكلف كام عشان اطمن على نفسي؟ بعيد عن الكورونا. بعيد عن الكورونا، لو كورونا اصلا مش هيدخلوك المستشفى تمام بالنسبه للصفوه يعني. لو كورونا مش هتدخل اصلا. انا عارف ان الصفوه ماشيه كما قال الكتاب الصراحه يعني، لكن انا كمواطن عادي لما عايز اطمن على نفسي واعمل التحليل والاشعاعات دي انا كمواطن اتكلف كام؟ انت يا استاذ احمد تعملها فور فري. الله يخليك الله يخليك يا ريس. لكن العاد الا والله ما اعرف، لا يحضرني طبعا ولا انا يعني كاسعار. يعني من الحاجات اللي هي في علوم الاداره البيزنس صحيح يعني فصل الملكية تماما عن الإدارة. ممكن الملكية أو السي او أو مجلس الإدارة يحط البوليسي المعينة، قيم معينة للمكان، لكن ما يدخلش في تفاصيلها. بمعنى إن إحنا نبقى أقل من نعتبرها حضرتك يعني كحاجة تسويقية إن إحنا نعمل في مستشفى الصفوة باكج اطمن على نفسك وباكج أشعاعات وتحاليل بكذا. حضرتك ممكن تقول مثلا ايه، شوف اي اوفر في اسكندريه بالكامل كله بكام، ومستشفى الصفوه بتديه لك ب 60% منه. طب جميل جدا. و40% خصم منه ايه؟ وطب وخصم خاص لاصدقاء طهيو يعني فور فري. الله يخليك الله يخليك باشمهندس عادل. طيب بحكم ان حضرتك على فكره هي الصفوه هي كده فعلا. الصفوه كده لغايه اول من اول يوم اسعارها يعني تنافسيه يعني فيها جانب خير أقل كبير اقل يعني ايه فعلا هو ماشيه بمبدا الربح ثالثا. المريض اولا، الربح أولا ثالثا اللي هو الاونر اللي هم المالكين اللي هم الناس اللي هم الثانيين في المرتبه الثانيه كل من هو يتعامل مع مستشفى الصفوه. حتى المورد اللي هو المفروض ان هو بيكسب وبيودي للصفوه المحاليل وبيدلها الاجهزه ويدلها ايه، ده نمره اثنين يقدم مصلحته والالتزام معاه قبل الربح. كل من هو يتعامل من الموظفين التمريض الاطباء المتعاملين الاطباء اللي بيشرفونا بالعمل من خلال منظومه مستشفى الصفوه، المريض طبعا اولا واحنا في الاخر احنا نمره ثلاثه. وعلى فكره لما من خلال دراساتي المتواضعه وابحاثي وانا ببحث يعني كمش اكاديمي في المنشآت العالميه اللي نجحت وعاشت كتير هي ديت، اتعمل لها كتاب ضخم جدا قعد 20 سنه الاعداد نفسه في هارفارد اسمه بيلت تو ستيل. بيلت تو ستيل يعني منشآت بيلت بنيت لكي تستمر تبقى، هي اسمها كده ترجمتها بالعربي. فهي وصلوا في الاخر الخط الحاجه اللي بتجمع بين الشركات دي كلها على مستوى العالم من اول شركة سوني مثلا في اليابان لغاية الشركات الأمريكية الأوروبية اللي عاشت فوق 50 سنة ودخلت عن 100 سنة وعدت 100 سنة قليلة زي ماريوت مثلا ديزني. طب بعيدا عن الكورونا خالص هم اللي حطوا الربح ثالثا. ده العامل المشترك اللي مع كل الشركات اللي نجحة وعاشت فترة طويلة. أنا شايف حضرتك إن يعني فعل الخير كمستشفى الصفوة، وأنا براجع الصفحة أنت عارف حضرتك أنا لازم أذاكر الحلقة كويس قبل ما ابتديها، فلقيت عندكم حاجة جميلة قوي اسمها الجمعة البيضة، إن أنتوا بتنزلوا بقوافل مجانية لعلاج الغير قادرين، الناس اللي بتعمل المحتاجة مية بيضة، الناس اللي بتقصولهم ضغط وسكر مجانا. احكي لنا بقى حضرتك يعني احنا كلامنا لسه ما خلص على الويف 2، ولو قعدنا كمان حلقتين ثلاثه ممكن نفضل نتكلم على الويف 2، لكن اللي شدني حته الجمعه البيضاء ده مستشفى الصفوه. الصفوه عباره عن فكره يعني فكره، او الفكره ديت ناس مقتنعه بيها وناس بتنفذها مش شخص، لكن الفكره ديت ان مثلا الدكتور عمال مغازي بدات العيله بتاعتها في المكان ده هو ده، وبعدين كبرت بقى مستشفى الصفوه. دكتور عمال مغازي اللي عايزه مش عايزه فلوس كتير ولا عايزه اي ارباح، بتاخد الموضوع واخدها بدات بيها كده. دكتور امال نائب رئيس مجلس اداره وزوجة حضرتك؟ لا هو في الواقع بقى انا اللي بشتغل عندها، هي المؤسسه الحقيقيه هي اللي كانت عياده وكبرت مركز طبي للنساء والاولاد وبعد كده ايه بقت مستشفى الصف. لكن لا هي المؤسس او بدات بكده سمعه امال مغازي على مدار سنين طويله في العمريه في غرب اسكندريه في الساحل الشمالي لغايه الاراضي العمق الاراضي الليبيه
دكتوره الاي 6 عندها عاليه جدا. اي مريض هي بتتجاوب معاه، مش عايزه الربح مش ثالثا بقى ولا نمره 3 ولا 30 حتى كمان، الناس عندها قناعه كده، ثقه بلا حدود فيه ما شاء الله. ده السبب الرئيسي اللي هو نجاح مستشفى الصفو. ماشى معاها او بعرفها شخصيه الدكاتره الاطباء المحترمين فعلا فعلا. يعني انا دوري في اخر الطابور خالص، ده قمه الطوابع ده. لا والله مش الاجهزه، الاجهزه ما موجوده. حضرتك ممكن اي بنك يمولك ويجيب لك اجهزه. حضرتك المكان، المكان يعني ما شاء الله الناس كلها مصر بقى ثلاث ارباعها مقاولين، هي الاداره وبتاع. لا كيف الناس تبار؟ البشر اللي هم هيقيموا الاطباء ولا الناس مؤمنين بالفكره ديت. المكان ده كان متواضع جدا، البيئه اللي حوالينا كلها. هو ده كان التحدي ان احنا عملنا مستشفى خمس نجوم، لكن ما كانش حد زي الدكتور اكرم. من اول يوم في اكتر من دكتور زيه، استاذ جامعي يروح هناك. لا الموضوع موضوع قناعه، هو قناعه قناعه فعلا. ان عندنا ناس على قناعه جدا جدا، الكل تقريبا ديت رساله. تم انا دكتور اكرم على بعد 3 دقائق يطلع خلوا انكم اعلى من اللي بياخده الصف، وبفعلا بياخده ويجي له حاجات. طب ليه؟ لا انا بعتبرها زي رساله داخليه. مامتي الله يرحمها بتقول لك كده، زكي عن صحتك واعمل فعلا كذا كذا، روح المشوار الفلاني، زور عمتك، زور ايه. لا دكتور اكرم، زكي عن صحتك وروح يومين ثلاث ايام اربع ايام العمريه، وخد عربيه وتروح نص ساعه رايح ونص ساعه جاي، وممكن تتعطل في السكه، وممكن يبقى فيه كمين او حاسه على الطريق الصحراوي. ده زكي عن صحتك، هي رساله. نفس الدكتور اكرم، الدكتور سعودي، والدكتوره جيهان، والدكتور عمرو، دكتور كتير، دكاتره كتير عندنا وشباب صراحه اعرفهم واسمع وافتخر بيهم حتى لو ما عرفتهم شخصيا. باشمهندس عادل، دي الصفوه. طيب نقول لحضرتك ان احنا من منبر قناه الصحه والجمال، تطلب ايه من الدوله كدوله كدعم في الويف 2؟ يعني تطلب ايه من السيده الوزيره وزيره الصحه كشركات كمستشفيات قطاع خاص؟ والله لا، انا اولا يعني بسجل تقديري فعلا، الكنترول والتنظيم والاستعداد. لا يعني كان السبير عالي جدا في ويف 1. انا يعني اللي اطلب ان هو نفس درجه الاستعداد والدعم الاعلامي للشعب، لتوعيه الشعب، هو ده اخطر شيء في ويف 2، هي التوعيه. انا على ثقه ان الدوله كدوله على استعداد عالي جدا، ما استخدمتش القوات الخاصه بتاعتها والباور اللي عندها ربعه تقريبا اللي هي امكانياتها في ويف 1، مأجلها للزمن. في احتياط استراتيجي زي اللي عندنا، المخازن لازم يبقى فيها كميه معينه من مخزون القمح. ما اضمنش ان انا ايه الدنيا تتقفل، لازم عندي في الصوامع القمح يكفيني اربع شهور خمس شهور، المينيمم ثلاث شهور تقريبا لست شهور. افرض حصلت حرب، حصلت بتاع دوت، الشعب يجوع، حاجه استراتيجيه. نفس الفكره ديت عندنا في الدوله بتاعتنا القويه المحترمه المؤسسيه. عندنا مخزون في خصوصا في مواجهه كوفيد 19 لم يستخدم. يبقى الدعم الاعلامي، دعم التوعية للشعب. ده احنا يعني للشعب. نتمنى ان الشعب يدرك اللي احنا داخلين عليه، ويدرك بالزبط. ونعدي ويف 2 ان شاء الله. دكتور اكرم، نصيحه اخيره للشعب المصري. الاحتياطات اللازمه الاحترازيه المعروفه، لازم يعني نطلع من مرحله الاجهاد من استخدامها لمرحله ان احنا الرجوع ليها تاني. دي شيء مهم جدا، هي دي الحاجه اللي بتمنعك انك يجي لك الفيروس. وكل ما كان الوقايه زي ما بيقولوا كده، الوقايه خير من العلاج. كل ما كان في وقايه كل ما ده كان يبقى افضل بكتير من انت تخش المرحله، حتى لو مرحله بسيطه من المرض او اكتر او اكتر او اكتر، لان ما فيش حد يقدر يكون. شكرا دكتور اكرم. شكرا باشمهندس عادل، وحلقه جديده ان شاء الله من عيادة الصحة والجمال. أهلا بيك.